آخر نوع ذكاء معانا هو الـ existential intelligence أو الذكاء الوجودي، الناس اللي بتقعد تفكر أفكار ممكن بالنسبة للمجتمع اللي هي فيه توديها في داهية، إن أنت تقعد تفكر يا ترى في جنة ونار. عارف في الأطفال الصغيرة لما يقعدوا يقولوا هو فين ربنا؟ وإحنا نعرف منين إن ربنا موجود؟ وانت ازاي، ايه دليلك على كده؟ هو الحيوانات بتتكلم، طب هما بيتكلموا لغة ايه؟ طب لو في جنة وفي نار، طب ليه في اشرار في الدنيا عايشين؟ طب ليه ربنا سايبهم عايش؟ طب ليه في طب هل في aliens او في كائنات فضائية عايشة على الكواكب التانية؟ كل الاسئلة دي بتقع تحت الذكاء الوجودي. ممكن تلاقي شخصيات مشهورة جدا في التاريخ كانت دايما مشهورة بالأسئلة الغريبة بتاعتها اللي هي بتسألها، أو كتاباتها اللي ممكن تكون بتتناقش في المواضيع دي. طيب انت هنا كمعلم وكمربي، هل المفروض ان انا اروح اقول للولاد الأسئلة دي حرام ما ينفعش تسألها، او الأسئلة دي هتعمل لك مشكلة؟ لا غلط، ما ينفعش. احنا ما ينفعش نتعامل كده مع الطلاب. احنا مش بنقول لك ان انت تروح تقول لهم إجابة الأسئلة دي، لأن في الغالب إحنا ما عندناش إجابة ليها، يعني إحنا مش عارفين إذا كانت في كائنات فضائية على الكواكب التانية ولا لأ. في أسئلة كتير قوي قوي الأطفال بتسألها وإحنا ما عندناش ليها إجابة. ففي الحالة دي إحنا بنشجع الطفل إن هو يفكر، وإن مفيش مشكلة إن هو يسأل، وإن إحنا ناخد بإيده إن هو يروح يدور على إجابة للأسئلة دي، أو إن هو على الأقل يكون من حقه يسأل بغض النظر إذا كان لقى الإجابة ولا لأ. فده كان الـ existential intelligence، واللي تقدر تستخدمه بإن أنت تطلب من الطلبة إن هي تفكر في أسئلة عن موضوع معين، وهم يحاولوا يلاقوا إجابة ليه وييجوا يتناقشوا فيها. اتناقشنا في الكورس دوت عن 9 أنواع من الذكاءات، واتكلمنا فيهم عن هم عبارة عن ايه، وايه الأنشطة اللي ممكن تستخدمها، او نوع الأنشطة اللي ممكن تستخدمها لتلائم الذكاء ده. واحب افكركم ان احنا بنحاول ننمي الـ9 أنواع من الذكاءات عند كل متعلم، وفي نفس الوقت نستخدم أنشطة تبقى ماشية مع نفس الميول بتاعت كل متعلم عشان يقدر يدرك ويفهم المادة اللي احنا بندرسها. وفي نفس الوقت خليك فاكر لما تروح الانترفيو ويجي يسألك عن ايه نوع الانشطة اللي انت بتستخدمها، ما تنساش تقول له عن المالتيبل انتليجنس. ما تنساش تشوفوا الكورسات اللي على موقعنا وصفحتنا تافل شاب. شكرا، واشوفكم المرة الجاية.